يلا شباب احنا بدنا نكون جاهزين هلا. بدنا نقطعهم واحد واحد، المفروض ان انا اعمل ديكليريشن. ما علينا. اعزائي المشاهدين، صباح الفول والفلافل، معكم حكيم صاحب كريس العظيم. اهلا وسهلا فيكم جميعا في جاري اللعب مع التلفزيون. الان بدنا نوضح لكم، طبعا من ان نورجيكم لعبه كثير انا بحبها اسمها ليج اوف ليجندز. هاي من احلى الالعاب اللي بتلاقيها في العالم، هذه من اكبر الالعاب من انواعها، لعبه استراتيجيه مبنيه على اللعب الجماعي. كل لاعب بيلعب بشخصيه معينه، بيكون معك خمس شباب في الفريق الواحد ضد خمس شباب في الفريق الثاني. وهلا بدون ما نضيع اي نوع من الوقت، في معنا شباب كثير، حسام مصري، محمد حماد، بالاضافه الى طارق فيري ومحمد كفيري، اخوان شوقي جايين يلعبوا معنا. كيفكم يا شباب؟ عاملين ايه حبيبي؟ هلا هلا، اهلا 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 اهلا. طبعا ما بدي اقول لك انا بلعب سبورت، صح؟ شو بتلعب؟ العب برام؟ لا، العب نوتلس ولا برام؟ برام نوتلس نوتلس صح. برام عشان يا برام. برام. برام حاضر من عيوني. اوكي استنى بس، صح بدي اغير كمان من عندي. انا بلعب هلعب اكزوست. طبعا هلا شباب انتم مش راح تفهموا اي شيء اللي انا بقوله للمتابعين، اذا انتم ما بتلعبوا اللعبه هاي كثير او ما بتلعبوها خالص، هنشرح لكم اياها بس نفوت. ولكن هلا بدي اورجيكم بشكل بسيط، كل شخصيه قاعد بيختار ايش الكاركتر اللي هو بده اياه وايش اللي بيمشي معاه احسن. في اي تغييرات صارت بالرونز يا شباب ولا ايش؟ شو عم بلعب انا؟ ليش عم بلعب بيك دادي؟ متى اخر مره لعبناك؟ زمان زمان قبل الباتش. هلا انا عندي ديمولش. لا بديش ديمولش، لا مش بيك دادي، بديش انا بيك دادي. بدي العب انا برام. وين برام؟ هلا بحكي لك. هلا برام بدك تاخذ جارديان. جارديان وعندي بون بليتنج. يب كونديشنينج. بون بليتنج بعدين يب كونديشنينج. بعدين اوفر جروث. انا عندي اوفر جروث. اكزاكتلي اوفر جروث. نعم. اما الناحية الثانية عندي البسكت وعندي ماجيكال فوت وير عشان اخذ اخذ الصرماية بدون ما ادفع حقها. مين الـ مين الـ الاخ العزيز اللي ماخذ كميل بالجنجل هاي؟ ايش يا بروشيو؟ انا ايش يا بروشيو؟ قوي بالجنجل والله؟ قوي يعني مش من اقوى الجنجلرز، بس هي مسليه. مسلي نعم نعم. اوكي شو بدي احكي؟ اوكي ذس از مي ذس از مي. اوكي بدي اشوف اذا فيني اعلي صوتكم انتو بالجيم. اوديو فوليوم ادجست هاو ايفري ون ايلس سان. اوكي كل الشباب اللي موجودين عندي هلا، حاولوا انه تعلوا صوتكم قد ما تقدروا، او انه تعلوا البوست تبع المايك او اشي زي هيك على اساس انه ينسمع الجيم، لانه طبعا في عندك الجيم ميوزك والاغاني، وبالاضافه الى كمان شو اسمه، بالاضافه كمان لصوتكم انتوا والجيم بلاي، يعني انه لما تسمع طش طح طش نسمع كاوبوي. حلو تمام. اوكي احلى شيء واحد من الشباب قاعد بيحكي معي، انتوا مش قادرين، ما بعرف اذا انا فيني اعدلكم اياها. ايوه هلا عشان ايش اخليكم تقراوا الكلام تبعهم. واحد عم بيقول لي نايس تو سي يو اجين دود، اي ريممبر وين يو جيف مي ذا امومو جيفت، السكين لما كنا بنعمل ستريم زمان. ففي شويه متابعين هلا موجودين معنا على القناه، يعني فكل الشباب اللي كانوا متابعونا ان شاء الله هلا يصيروا يفوتوا معنا على الجيم بشكل سريع سريع. الشاشه هلا بتقلب سودا بس هيك عشان تعملوا، بعدين بيعمل لك انفجار هيك، بتشوف ايش الشاشه قدامك، بتشوف الناس كلياتهم هلا موجودين معنا. هذا شيء فاخر على الاخر. هير وي جو. تمام تمام الكلام هذا. صار عندك داخل انا لساتها بلاك سكرين. لا انتوا عندكم هذا الكلام كله ايش وانت ديسيبل جات ستوب. يس اوكي عشان بديش عاد اسمع انا الحكي هذا اللي ما له لازمه. طيب اللي قاعدين هلا من الشخصيه اللي انا بلعبها اسمها براوم، والسكن اللي انا لابسه اللي هو اللبس تبعه بتقدر تغيره على كيف كيفك على حسب. في طبعا سكنات وفي اشياء زي هيك إلها اشكال وكذا، بس ما بتغير اشي في اللعب، ام اللهم بس تغير شكل اللاعب نفسه. عم بلعب باللين تبعي، بيكون عندنا ازريل هو اللي هيكون موجود هون. و سامعيني انتوا لسه الشباب صح؟ احنا سامعينك. اوكي بس انا فصل معي هون، خلينا ارجع اعمل ريكونكت مره ثانيه. طبعا هذه واحده من الاشياء اللي بتصير لما يكون احنا في الجيم. ان شاء الله ما يفصلنا كثير، يعني لو صار مش مشكله. وكل عام وانتم بخير اعزائي المشاهدين، ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. خلينا بس نكبر الصوره هيك لما ايش يفوت الجيم سريع سريع.
لما بصير معك الديسكونكت يا حسام، شو الحل لما انت ترجع تفصل؟ لانه هذه شغله كل الناس بيعانوا منها يعني، فايش هو تعتقد الحل تبعها؟ اذا كنت بتلعب مع ناس ممكن انا راح ما يدخلوا على اللعبه، بعدين بتعمل ريكونكت عشان ما تواجه مشكله الديسكونكت نعم. كمان مره. اوكي، هي احسن حل، وهي نعم. احنا عندنا دخلت اللعبه فبتقدر نعم. تعمل ريكونكت. هو انا هلا عملت، هلا عم بعمل لودنج، طلعت الصوره معي، بس استنى انه هي ترجع طلعت تبين الصوره معنا. تمام، حاول ما تعمل ريكونكت. حاول ما خليني اضبط السيتنج على السريع. اوكي ممتاز، انا هلا دخلت الجيم. طبعا هلا بشكل عام اللي بدي اورجيكم اياه، انتم شايفين الخريطه موجوده هون على جنب تحت. برام كذا، ناخذ الايتمات هذه. طب سؤال، نعم تابعت التويتش فويس؟ والله بنص الشاشه، كيف بدي اشيلها؟ اظني بتدوس على التاب بعدين بتشيلها من تحت هيك، بتدوس عليها زر هيك بتظبط الامور شوي هيك، بتشوف الوضع كيف. طلعت منها، طلع منها كلها، سكر المكالمة. يا هي لاي اوت تايب، طلع من المكالمة. محمد بعد الجيم نعمل لك اياها، لازم تشيل اللاي اوت. طلع رجع، طلع مرة ثانية. وين ما اكبس بتطلع. بقول لك اسمع، حاول هلا انت العب الجيم هذا قد ما بتقدر، الجاي اطفي اللاي اوت. اوكي، بس ارجع ريكول بطفي اللي قلت. طيب حسام، خليني اعمل لك انا شويه، خليني اعمل لك انا تانك. اوكي، تاخذ الكونكاسيف. احكي لي متى بدك يعني اروح. هلا اللي 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 انتم شايفينه شباب بشكل عام، هو انه هذه خريطه كبيره كثير، مصممة من ثلاث خطوط أو ثلاث مسارات، وأهم شيء عندك أنت البيس تبعك أو هو المقر تبعنا. بدنا ندافع عن هذا المقر ونحاول ندمر المقر الثاني. اللي عم نلعب ضدهم هلأ شخصية اسمها جانا، بالإضافة إلى كيتلين. كيتلين قناصة كثير كبيرة ولعبها رهيب جدا. خلنا نحط لك وورد هنا على السريع. احنا قسم ما بدنا كثير ندخل عليهم بالإيرلي، نستنى عليهم شوي، لانه هم الليفل 1 تبعهم والليفل 2 اقوى منا شوي. اوكي طيب، وطبعا هلا حسام انت عندك خبره كثير عاليه باللعبه هذه، شفناك بتلعبها مع شوي من احسن التيمز اللي موجوده بشكل منافس. فانت شو بالنسبه لك يعني، لو بدك تشرح لواحد عمره ما لعب ليج اوف ليجندز قبل هيك، شو عباره عن ايش اللعبه يعني، عشان بتفرج عادي؟ تمام، هلا هاي اللعبه هي تعتبر لعبه موبا. نعم، للي لعب اي لعبه موبا من قبل، زي بدت من دوتا، ديفنس اوف ذا انشنت، من لعبه ووركرافت. نعم، اللعبه بتكون عباره عن 5 ضد 5 كاركترز. انت بيكون عندك هدف معين مع التيم ميتس تبعونك الاربعه التانيين، انه انتم توصلوا للانمي نكسس وتفجروها. الجيم سنجل بلاير ثيرد بيرسون. نعم، وبتقدر تلعب مع ناس اصحابك، بتقدر تلعب سولو او دوو، بتعتمد يعني، فيها اكثر من مود. نعم، في عنا اكثر من لين. هلا انتم اللين اللي شايفينه بالنص هو الميدل لين، عندنا في محمد بيلعب فيه، في عنا البوت لين اللي هو هذا الميدل لين. صحيح، البوت لين هو اللي انا ومحمد كثير عم نلعبه. البوت لين اللي فيه بس عندي محمد، انا جايك. ام جود ام جود. اوكي فلاش، ما فلاش عند اما استنى شوي ثواني. اوكي هلا طبعا قاعدين بيدبحوا بعض. حسام يور فاين. حسام راح يموت. انا حسام راح. الله عليك حسام، الله الله. حلو، طيب فلش كسدين وما فايت فلش. دير باك. اوكي ام جود. طيب هلا المهم، في عندنا 3 لينز، اللي هم البوت لين اللي فيه حكيم، التوب لين اللي فيه التمساحات، والميد لين، وفي كمان بيناتهم زي ما انتم شايفين هون الجنجل، وهي الرول اللي انا بلعب فيه اللي هو الجنجل رول، الغابه او الادغال. هلا في عنا بالاكثر من باللعبه هاي، في اكثر، كل رول فيه تو بوزيشنز، وكل بوزيشن عنده زي ما تحكي هدف معين باللعبه. عنا بالبوت لين السبورت اللي هو زي من اسمه، بدعم الكاركتر الثاني اللي معاه عشان يحميه الايرلي جيم. بالليد جيم هو الكاركتر هذا اللي بيحمي فيه، اللي هو الازرائيل، بيكون بيصير كتير قوي، وهو بيكون المين دامج ديلر بالتيم. صحيح،
اللي بيعمل اكثر نوع ضرر صراحه بالجيم يعني، بس هو باول جيم بيكون ضعيف كثير فلازم ناخذ بالنا منه يعني. لا 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 هطر اعمل فلاش؟ لا ما هطر اعمل فلاش. بس هدول بوك أليم يا محمد. اه هم البوك لين يا. هلا محمد انت بتعرفني نوب باللعبة يعني، فما يعني في الفري انك تحكي لي ارجع ابعد اهرب اسوي اي اشي، انا باكل على دماغي كتير. هلا كمان 50-45 ثانية هيكون في عندي بسكت تانية، كل 3 دقايق بيكون موجود البسكت هاي، طبعا ترجع بتعطيني شوية طاقة. اي اوكي مش الحال. وين ما الفايت يا حسام؟ اي على الاغلب بوت سايد. هلا متى حيرجع بالتليبورت؟ مش الوير انا هاي السريع. نقدر نقدر هون معي. اوكي تعال نعمل فلاش. ما قلت يخدم الفلاش هونك عشان تهيل حالك. ما كانش، ما كانوا عاملين عليه ضغط عالي كتير، ما كانش يعطيني مجال. حسام ترجع عليهم. اوكي اوكي بنقدر استنى شوي. يلا يلا هلا هلا اجت فيه اجت فيه. حلو جبنا اول كيل. يلا كويس كتير. اوه كنت راح تموت انت. وين ما الفايت؟ ما الفايت منه هون. انا حتى بدينا عمل تليبورت. طيب تمام نايس. نكمل يا محمد ولا نرجع؟ مش عارف شكله محمد ديسكونكتد من ال من الكول. لا انا نسيت. سوري. لا كنت بالضبط بقول لك لا نرجع عشان نقدر يعني هلا احنا اقوى منهم. لانه اخذنا ادفانتج عليهم. انا نعم. برجع نقدر نعمل لهم فايتس معهم هلا. نعم 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 اوكي. بس انا بدي 15 ثانيه عشان اكمل. طبعا كل ما احنا يعني انا مثلا دوري انه انا نقعد ادافع عن شريكي اللي معي باللين او بالمسار اللي موجود تحت، واحميه قد ما بقدر على اساس انه هو يضل ياخذ من هدول المينيز يسموهم المينيز هم هلا الجنود الصغار، ويقعد يعبي من الهيلث تبعه ويعبي من المصاري اللي عنده، لانه كل ما كان عنده مصاري اكثر كل ما كان عنده ذهب اكثر كل ما قدر انه يشتري الايتمات اللي هم الاسلحه والدروع اللي بتخليه يكون قوي جدا باخر المباراه. فانا دوري كله ان انا اكون الدرع تبعه واكون ايش اللي هو الجنجر الضخم اللي انا بكون واقف بخلته بدافع عنه، وهو من ورا بضل ينزل على راسه ضرر ويلعن ايش السفين اللي جاب اللي هذا مش عارف ايه. طبعا لازم احترم حالي انا، بس انه واحد بيتحمس كجيمر يعني. حلو جبنا ما كانش لازم استعمل هاي صح؟ لا منيح. هيك احنا بنقدر مثلا في اشي اسمه فريز للين. نعم. اللي هو هلا هو ما بيقدر يفرم، احنا يعني بنصير نلعبها ابطا، بنخلي ال يعني المينيونز عندنا هون الوحوش الصغار هذول. فالاكزوست تبعك كان عشان ما هو يقرب، يعني مثلا بقرب زي هيك ما بيقدر يتحرك اكثر منها بالضبط وبيموت. انا بتحرك حلو ممتاز. ماش فلاش لسه اتوقع. ماش فلاش هلا شباب. لما 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 تسمعوا واحد بيقول معوش فلاش، السكيل اللي هون هاي اسمها فلاش. هاي الابيليتي او هاي ال شو اسمها هاي يعني قوه عندي بقدر استعملها تقريبا مره كل 5 دقائق. واللي بيصير هو انه بتخليني انه انا اختفي من هالنقطه مثلا لنقطه زي هون مثلا بلحظه، وهذه طبعا مهم جدا تكون موجوده. مرات بتضطر انك تهرب انك تتراجع اشي زيك. فلما يكون اللاعب اللي قدامك ما عنده الابيليتي هاي او نستعملها، فانت بتحسب انه لمده 5 دقائق ما عنده اياها. شو بدك تعمل؟ بدك تستعمل هالفرصه انك تهجم عليه وانه تخليه يندم على الساعه اللي طلع من بيته من دون ما يصلي. بالظبط. هلا احنا هيك فشينا الويب نقدر نرجع يعني. نعم. فلاش He's dead. Nice. لعيب. ماش فلاش. 1 2 let's go. خلينا نط عليك. اصبر. تاب. هاب ولك ثانك يو. لا طلعوا لساتوا اسرع مني يعني. ما انا معي او لا انت كمان اجاك البوتس بس انا اسرع. انت اسرع. انت خفيف الظل يا شيخ. لا استنى شوي انت اسرع. انت 370 والله السرعه تبعتك. انا 360. طب ليش انا مش بس مش انا لاني بنط.
وطلعت يعني سبقتك من الباص. ايوه طب نط يا اخوي نط. هاي من مهاراتي لازم استخدمها. صحيح. ما شلت ولا فلاش. طيب هلا ايش اللي عمال بيصير معنا؟ هلا في عنا احنا 5 قاعدين بيلعبوا ضدنا. اوكي نشوف الوضع تبعهم كلياتهم. اللي ضدنا هلا اللي هم هدول اللي موجودين، هي عنا كيتلين هذا في النص. حلو الوضع تمام. خليني اخذ هذه كمان عشان ايش ما تاكلها انت. اه حتنط لعنده؟ عندي التي. اه ضربة ثانية اجت. اوه حلو حلوة ملعوبة ملعوبة يا طويل العمر. هلا وي هلك هلو. هلا بعطيك شوية هيلث يا اخي. انت بتلعب مع احسن سبورت في العالم العربي، شو تحكي انت؟ طبعا شو تحكي انت؟ بنقدر دايف دايف آه يلا دايف دايف دايف. عم بتنك يلا روح. حلو لا اهرب، كنت عم بتنك لك. ما عاد اجا 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 مش طايق حاله. الله نطحني نطحك. هلا انا اعمل بوش للويف ولا ايش اسوي؟ لا هلا انت مفروضك ترجع عشان بس انا ارجع على المسار تبعنا هذا، لازم تكون انت موجود معي. يلا تمام. بس ما شلت دائما على المسار على اليمين بدك تمشي بطيئة. مسار الشمال للمتهورين. ايوه زي اخوك هي مسار الشمال. مهرجان الدنيا الشمال. بدك شطاط؟ نط وين؟ هي هلا بنط. ما انت هتنط تاني يعني هتقهرني. لا لسه معيش. بس الموج هلا جاي. يعني هلا الداعم اللي ضدنا صفر طلع الميد. طب اسمع في في نزل فيها توستد فيت مات على السريع. اوكي نهجم عليه يلا نط 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 انا معك. اجت فيه الله خذ هاي الاكزاست كمان روح يا سوري ما حلوه حلوه. انا اسف. لا لا عادي شو ما لازم كمان تدلع السبورت. خليلي الكنن بس. محمد سبورت مين عشان سبورت مين بالضبط؟ حاول العب بحاول اخلي الادي كاري بيلعب معي يظبطني. قال تقنع الناس اللي بتحضر انه يتركوا كلات للسبورت. طبعا انتم شايفينه هلا اللي عم بعمله انا يا شباب، انه في زي من يعني هاي بيسموها وورت بالعربي بالانجليزي، ممكن نسميها كاميرات مثلا. هذه بحطها على كاميرا. شو عيون؟ عيون نسميها عيون؟ اسميها عيون. هذا العيون هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيون ما اوكي ما علينا ما حتحمس زي انا اسف. انا جاي جنب بلاك ليفا معي التي. عندي التي انا انزل مباشره. ما في داعي واحد لحاله. اذا جاي اوكي بلو كارد كمان. حلو على السريع بس عشان ايش؟ Unstoppable! إذا أجوا ناس نقدر نقلب عليهم كمان، أوكي؟ ما هو أنا رأيي نحن نكمل للتاور الثاني. شايفينه؟ يا أنا معاك. عندي ألتي أنا. هاي ستان كارد. نايس. ممكن فلاش دايف لو بدكم. بس خليني أقدر بالويب عليكم. جبته. انا رايح روح الله معك روح يا طويل العمر روح. ادعيله حكيم ادعيله ادعيله من هون. اسمع انا سويت انا عملت اللي علي بس ما بعرفش انه زي القرد بنط من هون لاخر الدنيا يعني. بدهم ناخذ دريك اساس انه اوبجيكتيفز يعني وهيك. نلعب اوبجيكتيف احنا. استنى نطش من خيرك. استناني طيب. ما انت معك النطة تبعتك. مبسوط انت بالنطة تبعتي. مش قادر انط. I'm too fat. مش قادر انط. اديكم على الدريك تفضل لحالكم. محمد. خذ طيب على الاقل اساعدك. عمود طيب تعال. خليه لحالك. في تاني هون.
لانه الجيم هاي بتعتمد على الاوبجكتيفز اكثر ما بتعتمد على الكلات يعني. مش ضروري تقتل بس انا ما طبعا كلمه اوبجكتيفز انه عندك انت مهام معين في المباراه، مش بس انك تقتل الفريق الثاني. الله الله عليك، الله على الكدل، الله على الهولولولو يا عيني، الله على الفزعه، هاي فزعه اسمها. في حال في حال ان انتم مش فاهمين الموضوع يا جماعه، احنا عم نفوز. ما حد شاف، ما حد شاف. طبعا هم الله استسلموا في الوقت الممتاز. احنا كمان دقيقتين اصلا هناخد استراحه سريعه، فهنرجع لكم. احنا طبعا رح نبدا مباراه ثانيه هلا مع الشباب، ولكن يعني هناخد يعني كمان دقيقه بالضبط هيكون في عندنا بريك. فبس ولا بليد يا شباب، ايش اللعب الطيب هذا؟ ايش اللعب الحلو؟ الله، احنا متفقين مع انيمي تيم انه يعمل سرندر على وقت البريك. نعطي اونر لجي بروكن بعدين. لازم اونر ليلي، لازم. انا طبعا بعمل اونر للسبورت للكاري تبعنا. هو هيك دائما البوتلين بيساووا اونر لبعض. شو دعم لك انا بدعم؟ لا هذول كلهم دم يعملوا لي انا اونر، ما تخصنيش انا. انا سويت لك مني عليك. بتعمل لك تلت بروف، انا تلت بروف. ايوه تلت بروف بعدين. يلا يا جماعه هناخذ احنا بريك قصير ونرجع لكم على طول بعد الفاصل. نعود إليكم من جديد أعزائي المشاهدين، وإحنا هلأ طبعاً إيش عنا مباراة ثانية. طبعاً خلصنا المباراة هذيك بأقل من تقريباً تلت ساعة ربع ساعة. شو الشباب؟ أدي وقت أخذنا الدقيقة 15 استسلموا، وأنا فكرت حالي بلعب بروم فأخذت الكيو تبعتي أول شيء، فلازم نعمل إنفيد. يلا إنفيد، يعني بدي أعمل إنفيد. يلا إنفيد، هيا شباب. عمل عليك هذا إنفيد. حساب حساب. قد الحمد لله. لا لما قلنا انفيد، انفيد شو؟ استعمار، 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 نسوي استعمار. غزو، غزو، بدنا نعمله معلم. غزو، غزو باول المباراه سريع، هيك نروح للاطفال. اجينا نغزو بس البستاني تبعنا اللقط. البستاني، الجنجلر البستاني. الله يخليك زبط لي ورداتي يا زلمه، ما تنساش الزيتون يا زلمه. زبط الزيتون يا زلمه. موكلي، تعال تعال نساعده هون. استعدوا البستان تبعكم يا اخوان عشان يجيب لكم اكل. اسمع بروشيو، انت فيك تعمل فيك تعمل جانك سريع باول جيم هلا بالكيو تبعتي، استعمل فيه اجنايت وحرق السامنرز. هلا صار لانه انا الباث تبعي بيتجه للتوب سايد. ماشي، لاني بديت من الريد، فالباث تبعي بيطلعني على التوب سايد. اوكي اتركك خلاص، ممكن احاول اعمل شيء. لا لا مش مشكله، مش مشكله، انا غلطت اخذت كيو، اخذت ال ايش؟ في فيجر بوت سايد. السبورت فيجر يعني راح يساوي دمج عالي، وغير هيك مبلش بالاي تبعته. يعني بجوز بدهم يحاولوا يدخلوا علينا بليفل 1. طيب اذا هيك خليني اصبر شوي. انا هي هي فعلا هاي مثل ما انت حكيت. بس احنا هيك احنا فزنا التريد. انت عملت له ضرر عالي كثير. بالضبط. هم ضربهم كان تقريباً واطي. نعم. أوكي، أنا عندي هلا أوفر تشارج على فكرة، ما عندي الجارديان. أوكي تمام. أنا مش ماخذ إكزاست، ماخذ إجنايت. إنك تلعب أجريسيف شوي. بدي ألعب أجريسيف، بدي يكون هجومي أكثر. طبعا هلا من اول ما يروح هذا الكيج نقدر ندخل عليهم. بس انا ما كل ضرر علي. بالضبط، بس ما هو يعني هم عم بيعملوا عليك ضرر وما بعمل عليهم ضرر، فاحسن لنا. اوكي تمام. دبل كنتوا تدخلوا انا موجود؟ ممكن. المد هو القفص تبعه هذا صعب اموره شوي. انا ما بعرف صراحه انه حتى لما بمشي من جواته هيك بصير انه بنمسك. قلت انه يمكن الهوك تبعتي بقدر اسحبه. نايس تراي. قد الكول داون تبعته الاي تبعته؟ رن 18 حلو خلص. مع تريد ليه؟ اساسا
اساسا هيجي اتوقع وورد انا سنيك رجع يا مورد عندك فحاطط تمام يلا جيبه عمل هيل عمل خلص مشكلة انا الشخصية اللي بلعب فيها بتضلها تعمل ريلود للمسدس تبعها بس يلا اربع طلقات بوقف زي هيك توقف هيك زي السطلان. طيب نبلش اول شيء بالادوار تبعت اللعيبه اللي موجودين هلا بس عشان اورجي الشباب شو اللي عم بيصير. في عندنا كاوبوي اللي هو عم بيلعب باللين الوسطاني او بالمسار الوسطاني هذا شكله عم بتموت انت ولا شو عم بيصير معك؟ اوكي اوكي وفي عندنا بروشيو اللي هو حسام مصري قاعد بيلعب هو بالادغال هلا مثل ما انتم شايفين قاعد بيلعب حوالين الخريطه مش في اي من المسارات. وفي عندنا كمان ترك فير اللي هو بيلعب فوق بالمسار تبعه اللي هو مدمر فرسان. كل واحد له دور ماشي نايت ها رجعت ليبورت اوكي شو بدي احكي نبلش معك يا حسام تشرح للجماعه كيف بالضبط الدور تبعك في هذه اللعبه وكيف بيأثر على على اسلوبنا احنا وطريقه لعبنا لقدام يعني تمام. انا الرول تبعي اسمه الجنجل الدور تبعك الرول ثواني انا هلا فايت والله اوه يبي 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 لا ممكن تكون هتموت من منين شكلك منين كاسدن خلص عليه ده كمان ضربه ثانيه فيك لما لسه مش معك الالتي مش ليفل 6 انت تبعت المهم انا الرول تبعي هو الجنجل زي ما حكيت لكم قبل انا الهيرو او الشامبيون تبعي هو اللي ما بيكون بلين معين بيكون بيتحرك بين اللينز. الرول تبعي هلا في تو مين رولز بالجنجل هو ممكن تلعب انت كاري شامبيون بيكون انت بتعتمد انه انت تعمل دمج تعمل دمج كثير ممكن تكون تانك يعني ممكن اكون انا زي النوتيلوس اللي هو بيلعبه حكيم او ممكن اعمل دمج زي الجن بيعتمد على نوع الشامبيون اللي انا اخترته. هذا الشامبيون انا اخترته هو اسمه كازكس بيعمل دمج هو شامبيون بيعتمد على يعمل دمج نعم عندي تبعي انه انا اتحرك بين اللينز احاول اعمل جانكس احاول اعمل فايتس يعني اخليها زي ما تحكوا لمصلحتنا بالعدد انه يصير 3 ضد 2 او 2 ضد 1 حسب اللين اللي انا بروح عليه. ايوه بالضبط انه انا اعمل افضليه ديروا بالكم ممكن جراجس قريب منكم بالبوتلين اوكي انا موجود بس مهم وكمان هاي وصل جراجس اجى عنا انا موجود معوش فلاش اوكي احنا عادي بنقدر نفوز الفايت كمان حتى لو 2 او 3 اوكي انا هين على دراجز حلو ممتاز برافو نايس نو فلاش مات والله طلعنا لعيبه يا شباب ولا انا جاي لعندك جاي لعندك كمل علي كمل تمام مش فلاش انا حتنك انا عم بتنك مش مشكله شيلوا خلصوا اطلع 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 اكسكيوت عادي ما علينا لما تروح اكسكيوت ما بياخذوا لا جولد ولا اكسبيرينس ولا اي شيء فانه اتس وورث يعني جوجو بتستاهل طبعا بتستاهل هذا هو الرول تبعي تقريبا اوكي عندنا هلا طيب كمان بدي اقعد احكي انا عن كاوبوي اللي عم بيلعب هلا في المسار الوسطاني او بسموها الميد لين يعني عم بيلعب بشخصيه اسمها كاسدن بيعتمد على حركات الماجيك او السحر مش 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 مثل مثل قدام اللي هو النينجا اللي بيستعمل السيف وبيستعمل قوه الهواء بيطلع عصار ومش عارف ايه هذا شخصيه ما بطيئها اصلا ما بطيئها ولا بطيئ البني ادم اللي صممه اصلا ما حد بطيقه اذا انا بطيقه مشكله لازم اشوف دكتور لا هذا انت بدك تشوف لك مش دكتور بدك تشوف لك جراح يشيل لك راسك لان انت شكلك بتحب تلعب فيه اصلا تحب تلعب بالشخصيه هاي بحب الشخصيه هاي صراحه هي قويه هي قويه جدا مش شوي بس اغلب اللي بيلعبوه ما مش الكل بيعرف يلعب فيه لانه الشامب يعني عنده موبيلتي كثير عاليه ولا شيء بس بضل اي دي يعني هيك احنا بكون عندنا افضليه مثلا للتيم اذا كان كله في الاي دي انه بس بيشتروا درع نعم فبصير ياكلوا اقل درع فاغلب الناس بتلعب بالضبط بصير في الاي دي اغلب الناس بتحاول يلعبوا شيء عنده يكون ماجيك
بحيث انه كيلو ايش هو ايش يعني فل اي دي واي بي؟ الفل اي دي اللي هو انه يروح كل شخصيات تبني اي دي معين يعني مش يعني بتعتمد على الدمج على الاوتو اتاك الضرر مش السحر بالضبط اللي هو ضرر ضرر اللي هو بالهجمة شو الفيزيكال كيف نقول الفيزيكال يعني هيك شارف صعب الموضوع شوي علق اللي هو اما بالسلاح اما بالسحر يعني اللي هو الماجيك ماجيك دامج او اتاك دامج اتاك دامج اللي هو مثل الشاب الطيب هذا الكتكوت هذا المفلعس اللي جنبي شايفينه هذا 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 شايفه شايف اللي عم يرقص هذا ارقص يا حلاوله طب اعمل رقصه تبعتك هاي اه عم بيهجم علينا استنى 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 ما عليك اي كات ذس بيبي هوبا انا بدي اجيب هذا وين فكر حاله رايح اعمل الفلاش تبعه يلا كويس لا بقدرش بقدرش عنده الشيل تبعه كان حيطلع عشان هيك انا طبعا انتم شايفين الشخصيه هذه اللي ايش قاعد يعني زي الحيط هيك تقدر تسبح بالفضاء كيف كانت هاي خلني اورجيهم كيف كانت هاي لا مش هاي شايف كنترول 3 فيديو هاي اول واحده اظني كانت هاي لولولم لولولم تقدر تساعدني اساعدك لا ما بقدر اساعدك ما تليبورت هنا تقريبا زي تيليتوبيز هم بيموتوا واحنا بنرقص قاعدين عندي ريليك للكانون انا حاجه تليبورت على الميد نساعد الشباب اللي هون لا في عنده حدا هون لا ما فيش عندي التي هلا ممكن ندخل على فيجا احسن لانه هذيك بتنط عند الدبليو صراحه انا ممكن امسك لك اياها على فكره اذا بتمسكها ممكن بس بجوز تنط هيك عرفت طب جرب هلا خلني اوكي رجع هذا عشان هيك لا لو انا عاده بعمل هوك وهي بتطير بالهواء فينا نعمل دايف ولا مو دايف لا بعتقد لا الدايف شوي صعب لانه معهم المهاره السادسه هي يعني الضربه القاضيه يعني. بالضبط تكون اقوى شيء بالضبط هي اسمها التيمت بالضبط فرد قديش البنج عندي يا كفر انت شفت قديش جد نايس قد ايه البينج عندك؟ فرج 61 اوف 61 انا باوروبا انا بلعب 141 وعم بعيط قاعد عشان تعرف الاردن اوروبا 61 كيف؟ ليه؟ بس بوصل 58 كمان على قوة الله يعني هلا هيك 61 شوي جاي عالي اديني حظوظ يا كفري بالضبط انا اخذتهم منك بس لاني بدي اديم لا مش مشكله مش مشكله ارجع لازم ارجع مش مانع بالفايت صار هيك احنا شوي كنا فيلم اجريجس ممكن تروح على اجريجس مش كده مش مانع بس المد جاييكم ياسو جاييكم دير بالكم ما بقدر الحقهم السلام عليكم انا راح ارجع هون بالضبط ممكن تقول لها؟ انك يا سوراك يا سوراك ارجع ارجع انا رجعت بالضبط ارجع ارجع اوكي ثانك يو يو هاف بن سلين ضحيت بحياتي عشان خاطرك شفت كيف ما احسنني؟ ما دور السبورت صح؟ هذا دوري ان انا اضحي بحياتي هذا اللي بيميز السبورت عن غيره بس بحبش الشعور هذا على فكره كثير شاطر ابدا ما بحب الشعور اني اضحي بحياتي السبورت المميز عن السبورت المو مميز انت عم تحاول ترضيني صح انت؟ ايوه طب انا مبسوط اني عشت انمي ديد يور تيم بوبين اب اوه اتأتى التي قناص والطلقة بالراس الله يعطيها جوردينيان سنايبر ايه بعد شو؟ هاي كمان ضربة ثانية امريكان سنايبر شو معنى هم؟ ايه بعد شو؟ بس هدول اللي بيعملوا عليهم افلام انت بتعرفش الاردنيين مش محتاجين فيلم ولا شيء هيك راجس يمكن يجي مدلين
على فكرة انا رايح اوريك تبعهم. انا ممكن اترك لين اساعدك في الميد لو بدك، عندي التي. بتقدر تتجول. نقدر. بالضبط. بس جايين وروم تجول. في هون، في هون الشاب هذا كسر جايك. نغلب. قصدي عفوا ياسر، انا جاي لعندك اخذته. تمام. اللي انا بعمله اوكي. اوه يا عيني يا عيني. شايف شايفك؟ وصلت لك؟ اسمع انا جاي، انا جاي، انا جاي. لا لا، هربت 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 هربت. انا جاي، انني قادم، انني قادم، انني قادم. اهو انا جاي لك اهو. معهاش دبليو. مش مشكلة. لا بس خلص ارجع انت. يا بيي شوف شوف الهيلث تبعك. 52. اوه بيي. هيك هيلت كمان. اسمع انا راح، انا راح مد احاول اساعد شوي هناك. انا بقدر ارجع. انا بس راح يرجع لانه خلص. بما ان احنا اخذنا التاور اللي هون، برج اللي هون، خلينا نروح. اوه هي هون. صوت. مين عشان هيك انا هرب. هي مسكه طارق. انا حطته بسايد. إذا حدا بصيبه معي دبليو بعمل له ستون. حكى له وين راح؟ بالضبط. انستوببل. عندي التي لسه بدي استعملها. طيب إذا مش حروح على البوت. بدي أضرب، بدي أضرب، بدي أضرب. ممكن نعمل فايت هنا. يلا أنا حاط على فيجر. اوه عمل فلاش. اوكي ممكن ناخذ تاور هلا. ممكن بس عندنا ويف واحد مسكين. هذا نفر مسكين ما يجي. مشكلة هذول الشخصيات عنده مبلغ كثير عالي، تحرك كثير بسرعه. انا عندكم. انا اتبخرت. هذه الشخصيات دمجها كثير عالي. اتبخرت. ما انت ترك لي مجال. وحط الوول، الوول بمنعني اني اضرب اي اوت. طيب شو بدك اجيب؟ اجيب لوكت؟ لوكت صح؟ يلا حاضر. هاي سلو. وقف لي الالتي جراجاس. لا بدك ترجع، بدك ترجع. باي فقع. اوه لسه عايش. الله بده كمان ضربه ثانيه وتيجي الهربه. هلا يا سعد يهرب. عندنا كمان ضربه ثانيه ممكن ننط عليك او بوي فعلا يشيبه. وين الالتي تبعتك؟ ليش ما نطيت؟ ما عندك التي؟ ما عندك مانا؟ ما في مانا. اوه حلوه الهيل، ممتازه. وما زال عايش محمد كفيري. مرقص. ابي 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 حيموت كزكس يا فقع. جيرم ما هو يا حكيم. الالتي تبعتي كل ما بكبسها اكثر كل ما المانا استهلاك المانا بزيد. ايه صح صح. انا لازم ارجع. رينجر هون وجاي راح يقلتني. ديك ركض. شايفه انا. أيه. شايف. شمك شمك من الشمال. ديك. انا سيرت الشم. وفي في تشامبيون بشم. وروش شم ريحتك ولا انت؟ الذئب هذا شمك. حاسه مسبه يا زلمه. بشمك يا زلمه صح. بشمك مسبه. والله مسبه. اي تعبير راح تسمعه من ناحيه تحسه هيك مسبه. اللهم اني صائم يعني. بشمك يا زلمه. اسمع نقتل المسكين هذا. او ممكن نقتل المسكين بالمد. يلا جاي. تمام. هاف عالدي. تعال حلال تعال. وال دمجه. مشكلة كان معي فلاش بس متوقعتش صراحة. يلا تاور. اخذوا الدريك. تنين. اخذوه؟ هذا هو تنين. هذا التنين المحيط. رينجر واحد. ما انت كنت عليها. ايش معنى؟
تعال حبيبي. فلاش وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ انت وين في سير انت بابا؟ هذا ما في اقامه فيزا ما في انت انا اسوي تسفير بعد شو؟ ايش يا سلام. طب مد مد تعالوا مد يلا تنشيل تاور. كان فكره سوين والله. بس كان بقى من سكيور بالدبليو. ليش محسسيني ان سوين عدونا؟ لا ما هو سوين اخذ البلو هداك طماع بده ياخذ البلو وين؟ ما هو بالضبط اي طماع كمان بده ياخذ ويفتي. شايف؟ عدونا طلع مش معنى. اسمع هدول كثير بيحبوا البرج تبعهم. هو تقريبا اهم برج الوسط بالضبط اهم برج لانه بتفلت الجيم برج الوسط معي دبليو امسك لكم فيجر في عندنا هوم فايتس بس انه مش معي كثير مانا يا الله يا سو عمل ال ما عملتي عمل بتصير بعدك انا عندي قلت كمان 5 ثواني اوبا تعال حلوه اعطيتك واحد شفت ما حد شاف يا هو كنسلها شو ضلوا عايش ما مات ها كنسل لي التيتي مين كسلك اياها هو بالكيوتو تورنيدو تو عندي التي عندي التي بس بدي 5 مانا عندنا ويف احنا نعمل دايف انتوا شو عم تعملوا فايت ولا لا تمام هنعمل على لساتي متنك اطلع 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 يا سيدي فيها اجاك البس البسايني البوسي كان تهيلت تهيلت عالتي ما عالتي حيكون تمام لا ما المشكلة ما معي مانا يلا يلا خلص بكفي خلنا نرجع بدي اكمل باقي لي شوي بس بجيب اللوكت هذا حسام في بينك وبين ثار بالليفل 1 ثار والله ثار قوي يا حسام قترك كيف يعني مش فاهم انا كيو تبعك من هسه بالضبط صحيح تمسكو مش معي مانا هلا اجى كان اوتو اتاك واحد بكفي المدح تبع انا ذكر حاله مش قلت يا ما حلو انا رح ارجع نط عليها لا 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 الله كريمي نط هذا حلو الدوج باد جاي يلا وصل جاي لعندكم لا دير بالك كمان ضربة ثانية الله قناص ضربة ثانية أخيرة الله تربل كيل يا سيدي قناص الأردني فش معه مزح يا زلمة طيب هلا قديش باقي على التنين كمان دقيقتين وخمس ثواني بارن امتى بنروح ناخذه هلا بارن اوريدي افيلبل بيطلع دقيقة 20 انا عم بسأل ناخذه هلا دود العملاقة دود العملاقة اللي اسمها البارود والله دودي قوية بيني وبينك دودي بمزحش معها مش اي دودة يعني مش اي دودة ابدا طيب هلا جبت اللوكيت انا شو الايتم الثاني بتكون تجيبه نايت فراو يا وفي ايتم ثاني كثير قوي بستخدمه اللي هو الزيكس بس فاو احسن هي ياسو عندي انا فرج ضدك ممكن صح عشان اهرب انا يعني كثير انا بتحرك على المد وانا وصلت على المد انا بدي 27 ثانيه لارجع لا هتاخذوا فايت من غيري هنخسر تعرفوش انتو اهميتي في المباراة طيب خلينا جنب بعض خلينا جنب بعض دي بخبطه اللي دخل عليه سوين دخل سوين يلا روحه تمام اوبا هاي اول واحد عندك كمان رينجار ممكن يموت ينزل فيه على السريع وي ضربة تانية فيجار هلا مات بروشيو حلو بروشيو ممتاز حلوة جن كمان فيشي يا سيدي دبل كيل سنايبر الله جابه مش عارف وين
بس وين اخر واحد؟ اه هي هي روح ما عنده الالتي عندك اياها ما عندك اياها عندك اياها اه بس مش حتوصل الرينج ولا عمل فلاش عمل فلاش عمل بس اكلت الدمج صح اه تعال تعال بلت 30 ثانيه تعالوا هون ناخذها هاي لا سوين رايح جوا داخل عرض ولا بهمه شرف حاول احط لك قضية شرف الوتها تبعت سبستون وقال شو زمان عنها عشر ثواني يلا تعال ناخذ التنين هذا احكي له معنا التنين يا حكيم التنين هلا في حلو كيف انت قلت التنين 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 ولا التنانين المهم جمع تنين هذا طبعا هذا بسموه هذا مش المحيط هذا اللي هو الغيمة صح هذا التنين الهوائي التنين الهوائي او تبع الغيوم عبارة عن شخصية بتكون موجودة في اللعبة او نوع من وحش موجود في اللعبة لما تتغلب عليه بيعطيك نوع من مهارة معينة مثل ما انتم شايفين هون ايش في انا شو عم بعمل انا عم بحكي والناس حالي فلما تتحكم فيهم وتقتلهم تاخذ هون ادفانتج يعني بصير عندك مثلا كلاود دريك بسموه له تبع الغيمه اللي هلا اخناه بتعطيك سرعه زياده لكل الفريق هذه من دون ما تضطر انك تشتري اي شيء في الجيم بيكون هذا موجود مجرد انك قتلته يعني فايوه هي عندنا ياسو هون موجود هاي اول ضربه على السريع بدنا نشيله غلطه كثير كبيره اوه فقع اسمع ناخذ بارن هلا ممكن بس حسام ابدو دو اسمع ابدو انا راح احاول امسكهم بس احنا محتاجين أيوه. منك كلها جاي 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 مالك اوكي هلا بعطيكم اللوكيت كمان يلا روحوا انا ممكن اموت ها احنا ضررنا قليل كثير حاول ينط لجوه هو ما زبطت معه خلص هلا بنقدر ناخذ براحتنا يلا ممتاز يا رينجر هيو اجا تمام على السريع تركوا كلكوا وقتلني انا ليه؟ لانك قهرته انت عشان انت اخذت البرن طبعا هلا الدودة الكبيرة هلا اللي انتم شفتونا اخذناها بتعطينا نوع بتعطينا ادفانتج تعطينا بف جديد كبير او انه طاقة قوية كتير والاحلى من هذا كله انه كمان بتقوي الجنود اللي عندنا انتم شايفين هلا لونهم كلهم صار بنفسجي بيصيروا اقوى بكتير وهذه هي الفرصة اللي انت لازم تستعملها انك تحاول تشيل فيها الابراج انا ماما هموت انا بديش اموت ماما عندي فلاش تعال وهي عليه كمان الاكزاست يا عليه اجنايت عليه اجنايت تعمل شي شي لجنايت يا بي اوه حلو حلو اطلع 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 باي بس كان بقى قتل فيجر هناك نايس هلا قلت لي اجيب نايتس فاو صح بدك نايتس فاو اجيبه كان يا كفيري منيحه ما كان في ايتم ثاني كان بدك هني اجيبه انا كان بدي زيكس بتخليك هيك بس انا اضرب زيكس عرفت تو اوتوز بتصير انت عليك هيك شيء دويره هاي الدويره بتعملهم دمج زي الاجنايت تقريبا زيكس كونفرجنس ولا على الاوتو اتاك لا على كل اللي حواليه بدون ما يصيبهم بضل في اي او اي دمج حواليه اختفى تريستانا انا جاي لك اهو قتله يلا هسه خلص كمان البرج خلصه ما خلص لا هيك ضل لا ما كان عندي انا هاي الدودة موجودة هون لسه قوة الدودة هون قوة الدودة موجودة تحت بالخطة التحت ساعدوك ليش ما ياخدوا الدودة منه والله هو شكله فيش اي مجال يطلع اوه حلو عنده الزونيا هذا شكله بده يفوت على الفريق كله لحاله بس هيك فجأة بينزل الاتش بي تبعه هو قوي هو اقوى من الدودة مبدئيا صح على فكرة احتمال كثير كبير يكون شوردن هذا يكون غزاوي زي انا شو بنقول لك اتاك سبيد ما بعرف الصراحة ما عندي فكرة هذا بدك شي اياهم كلهم انت بس اخذتهم للاسف ما علينا انا اسف دمج جيد خلينا نحاول نعمل تيم فايت لما يرجع السويت باي دقيقتين كمان هيكون في عنا تلنين كمان غيمة الهوائي المنيح بالتلنين الغيمة بخلينا نهرب منهم خلينا اسرع عشان نقرب منهم ما بديش اهرب منهم هي جراجس توب سايد جراجس عندي
في مرات بدك تهرب. طيب حسام في مرة انت في حالتك انت الكاري تبعنا المين اي دي سي كبس قلت انا بتحرك لعندك حسام تمام ولا اشي في ناس عندي هون هي ياس ورانا ما شلتي كراغس بس حسام حيموت لازم نرجع اتوقع لا لا انا مش راجع انا مش راجع خلاص من النصر والشهادة خلص يا لازم ارجع خلص انا بفوت على هو صراحه انا شفتكم كلكم متحمسين يعني قلت له خليني افوت معاكم المهم فتت انا اخذت قرار انا رايح بدكم تيجوا تعالوا كل واحد ياخذ قراره بالضبط اخذ قرار سيء احسن من انه ما اخذ قرار او تمشي معي نص نص يعني باخذ البلو يا حسام ان شاء الله ان شاء الله والف الف مبروك ذكرها يا ريه احنا شو ناويين نخسر الجيم هلا واحد بواحد لا 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 ما نخسرش اسمع بدك تقلب عليهم برجع انت اذا بنجسها طيب انا ما اعتقدش يجوا لهون اهم شيء اني طلعت برد لاني عارف انه البستاني تبعنا يلا يلا 30 ثانيه جايز 30 ثانيه يلا البستاني هو حسام يلا تمام يعني لو بكون سكوري 100 0 راح يضل يحكي لي الرد عليه احسن يعني انا بعرف البستاني هذا حلو كيف بضلوا يقولوا بستاني يا زلمه والله حتى اللعيب العربي يقولوش بستاني انتوا بتقولوش بستاني الميمز كلها بستاني ما بعرف بستاني والله هلا ببعث لك اياهم طب تعال يلا ايش اللي نسمي بطل ادغال يعني بطل ادغال ماوكلي. حلو على فكره في برو بلاير اسمه ماوكلي في ماوكلي وفي طرزان طرزان ستريمر بس هذاك برو بلاير هذاك ترانزيت في واحد اسمه طرزان كمان كوري جد؟ يس طب وين 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 بالو وشاروخان طيب لا فيش لهلا لا يعني انه كمل معروفك يعني على فكره في مجال ارجع البيس اكمل الكونفرجنس عندي اياها ممكن لا ما في اوبجكتيف لا لانه قلت لي يمكن بدكم تاخذوا التاور هذه ولا شيء تاخذوش فايت ترجع انا بدي 600 جولد في توب سايد اذا بدك او عندك الرابط بعيد عن التوب سايد هو انا هعمل بوش توب سايد اوكي راح اجي معك واسرق المينيونز لانه بحتاجهم خلص يلا اوكي عشان اخلص البلود ثيرستر يلا حاضر انت شو الايتمز اللي عندك؟ عادي مش كثير هذا فل يعني. مش كثير عادي ايتمات بسيطة يعني طب خلي لي الكانون يعني انا والله ضربته فيش تاخذه فيش تاخذه حتى الكانون ما اخذته تعرف صار عليه كونفرجنس هلا هي كانون ثاني خلص خلصت الريليكس والله طب خلص شو بدك اذا مين مات من لا شباب لسه بدي 100 طلع عم بيعمل علينا احنا فليم هلا هذاك لا شباب ارجع 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 بيس 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 رح نخسر انا راجع هين هنخسر كيب لا ما تقول لي هيشيل الانهبيتر لا نقتلهم يلا كبس الدبليو اللي عفوا معول لا معه ثلاث ثواني الدبليو وات انا دي سي ساعدوا جن وات انا دي سي انا متت حلو صح عليك هيل عشان نروح برا هو يخليني صاحبي هيل تعال بالخالتي تعال صن من اوتو برد هي العمينيون واحد هي العمينيون واحد على البرن بالضبط بس ما خليني هي عليه لا باخذه اذا بالضبط طلع شوف قديش هلا بيطلع من هالتو باي ياي ابا جن فل ولا اشي 150 هيلث بيرجع له طب نستنى تجيب روكين ياخذ البرن ولا لا؟ لا خلص مش مشكلة خلص مش راح اعمل اصلا مش هعمل اشي من دونكم طيب شو الايتم الثاني اللي بدكم اجيبه؟ اجيب الورمانك ولا اجيب الراندوين ولا هلا ممكن شو اسمه النايت فوز سوري انا فل اساسا يعني ما بدك اخذ زي بيكوا فراغة عين شو بدك نايت فاو بدك؟
عشان الياس وهذا يا اخي يضايقني. حاضرين. طبعا ايش انا تحت امر الكاري تبع انا اعمل اللي هو بده اياه. هو اللي هو اللي شايل الجيم يعني اللي هو بده اياه انا بعمل له اياه. يا سلام. معي البورت انزبت سايد. والله اني ما ادري ايش السكور تبعك. 17-2 يا مفتري. 17-2 يا مفتري. بعدين اعمل له تي بي يعني. هو السبورت طعماني فيدني. لا المشكلة عندك اسيست اكثر مني. استنى شوي استنى شوي ارجع شوي خلينا نستنى تعمل بوش. خلوا سوين كسر نعمل بوش بعدين نبدا نعمل بوش احنا. حاضر. طب خلينا نرقص شوي. يلا هلا بلاقي رينجر نط علي بقلت وياسو. سنة 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 هلا مع هاي الويف نقدر نتحرك. خلاص بكفي خلاص نرقص. اسمع اذا عملت اسيست مي بينك تضل تعمل تي بي. اوكي نزلوا اثنين بوت عندي التي. عندي التي. لا ايش سويت انا؟ يور فاين عندنا جراجس هون كمان. انا بقدر اقتلهم بس شوف هاي تمام. نرجع؟ يرفع لكم في شوي بليت سلولي. في تليبورت عندكم. انا ابوش تور اخذ تور حسب تور السريع. يا حرام يا حرام اللي صار فيه. حرام. انهبتر شباب. احنا كأنه داخلين عندهم على البيس. كأنه انا متت. ما في موت انت اجنايت. اوكي ايش هي شيء هيل عليه اساد. قصدي فيش شيء فيش شيء هيل عليه حزين. سد. خلص جيم صح شباب. الله عليهم. فيكتوري النصر لنا. نعم فليحيا النصر. ملعوبة تمام. ببلك ياها ملعوبة. ما حد تبع. انا معك على الخط. ايش بدك قول لي يا كفيري. بدك جريت شوت كولينج. بدك فريندلي. جي جي فعليك جي جي نعيوني. طيب هلا دوري انا العب كاري. حلو يا يلا. ليش ما حد عبرني؟ صلى على النبي. قلت يلا لهالدرجه ما عندكم اي امل فيني؟ بالعكس. خلص حكيم انا جايش ضروري لازم اروح. ولا العب معك دي كاري. ابو كنت ما كنت انا حيوان. كان سامي يعمل لك سبورت. حيوان كان سامي سبورت رهيب. بقول لك لا انا بلعب مع كفيري. لا انا مالي. لا سوري حبيبي. خلاص سوري منك. احنا دوب شريكو بالليل. خلاص طبعا احنا بارتنر ان كرايم. احنا حكيم انت عندك شريك بالحياة وهلا هي عندك شريك بالجريمة. مش الحال. انا ما فهمت شيء. شريك بالحياة انا متزوج يعني هيك قصدك يعني؟ بالضبط. ثانكس. Thank you. Okay, play again. يلا. Okay, بس هلا سنة. قبل ما أفوت خلنا نشوف أنا مين عندي عشان أعرف مين عندي أخذ ماركس من. تمام. طارق بيلعب يا محمد. لا بدنا نشوف خامس. طب أشوف خامس. خامس. عندي جينكس. عندي سيفر. عندي فارس. كيتلين ما بعرف ما بحب العب كيتلين حد شر اكشلي. هم هذول الثلاثه برجع ثواني شوي. طيب روح. هم هذول الثلاثه اللي بلعبهم. سيفر جينكس فارس. العب جينكس صح. ممكن العب جينكس. الله عندي جيم اس ماينس على جينكس. متى صارت هاي؟ كيف صارت؟ انا دقيقه ما بلعب اش. لا بديش العب اش. انت بتختار لي اي اسهل شيء يعني؟ هذا اللي عم تعمله انت. لا ما عليك. انا بعجبك. بلعب الله بلاي جينكس. طبعا هاي الابيليتيز تبعتها هاي الكيو
ممكن بعدين كمان احولها لصاروخ. في عندي هاي الليزر كمان زاب بصير بطيء. انا كمان هذه الفخ اللي هو لما يجي يمشي قدامها بيعلق فيها بعد اخبط فيه. وهي احلى شيء اللي هو يكون عنده صاروخ على السريع. اوكي انا جاهز. طيب استنى استنى قبل ما نفوت هي خلينا نحكي عن الرونز. وين الاي دي سي تبعي؟ طبعا الرونز هاي بدنا نشرحها للشباب هيك كيف بدنا نعمل رونز. مين عندي هلا مين ممكن يساعدني بالرونز؟ الو راحوا الشباب. الو الو سامعني حكيم؟ بريسيشن صح؟ معك سامعني؟ خد فليت فوت وورك. استنى بريسيشن صح؟ اوكي بريسيشن اوكي نبلش اول شيء فليت فوت وورك. هاي بعرفها هاي منيحه هاي بعرفها طب. ايوه بعدين ترايمف بعد الفليت فوت وورك. لا اوفر هيل اكسس هيلينج بيعطيك شيلد مش عارف ايش اربع. طب كيف متى بعمل هيل على اللايف ستيل يعني؟ لما هيلثك يكون فول وتعمل هيلينج زياده وهيلثك فوق الفول بيعطيك شيل. يعني هي كل ما انت اذا انت هيلثك فول وبدأت تعمل هيل من الفليت فوتورك او من شامبيون تاني يعمل لك هيل زي سوراكا زي سونا اي حدا ما بيروح الهيل على فاضي بصير عندك شيلد 10% من هيلثك. حلو فانه اتس جود يعني عشان هيك تعطيك حمايه زياده زي ما تحكي احسن من الاكريتي يعني. احسن من الترايمف. اوكي الاكريتي هاي اللي بتعطي اتاك سبيد. نعم وكوب دي جريس اخر شيء. هاي بعرفها هاي سهله هاي هذه بتعمل لك 7% كذا كذا لاي شخصيه تحت ال 4% 40% قصدي يعني بعمل ضرر اكثر للي ناقصه هيلث اكثر صح كل ما ينزل هيلثه بتعمل دمج اكثر صح. هلا الثانيه خد سيليريتي سوري اول شيء سورسري روم بيج سورسري. اوكي اختار منها الجاذرينج ستورم. اوكي بس ليش لقيتها بعرفها هاي بس ليه بحكي لك جاذرينج ستورم والسيليريتي. لا جاذرينج ستورم انت بتاخذها لانه هي بتعرف انت الجيمات ممكن تطول وهي بتعطيك اكسترا اي دي دامج كل ما يطول الجيم. كل 10 دقائق 30 بعد الدقيقه 30 بتكون تعطيك قد ما بيعطيك البي اف سورد من ورا بس الروم بيج هاي الرون هاي هي 100% وورف. اغلب الجيمات بتعدي ال 30 خصوصا لما تلعب فليكس الجيمات تكون طويله لما تلعب جيم فبتقدر تجيبها رومبي بتقدر تجيبها وهي كثير منيحه. السيريتي كثير منيحه مع الفليت فوت وورك اللي انت ماخذها. اوكي فهمت عليك لانه فليت فور ووك فليت فوت وورك سوري بتعطيك موفمنت سبيد فموفمنت سبيد بتتحول لاكسترا دامج عن طريق السيريتي. نعم غير هيك الباسيف تبع جينكس بيعطيك كمان موفمنت سبيد صح؟ صحيح لما بقتل حدا لما تاخذ كيل او اسيست او تشيل تاور. نفس الشيء الاكسترا موفمنت سبيد اللي بتاخذها بتزيد دمجك عن طريق السيريتي. ايوه صح 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 فبيجاملوا بعض صح ممتاز بالضبط بيكملوا بعض مع المين رون بيج تبعتك المين رون تبعتك اللي هي فليت فوت وورك ومع الباسيف تبع جينكس. اوكي فهمت عليك ممتاز. طبعا انا عم بعمل حالي لان انا محتاج حد يعلمني يعني انا عم بعمل حالي بس عشان اعطي الشباب شيء يتكلموا عنه يعني. هذا الكلام كله انا بعرفه كل هاي اشياء انا حفظها ودرسها. في ليث ممكن يلعب عنده اكاونت او يا خلي محمد يعطي اكاونت. لا ما انا اسمع انت هو عنده اكاونت ولك تعال طب يلا عشان نبلش. ثواني اوكي طيب بالوقت هذا انا كم بدي اورجي يا جماعه ايش اللي ممكن تعمله انت. هلا احنا قاعدين نلعب اشي اسمه فليكس رانكت يعني الليفل تبعك بيختلف يعني انت ممكن تكون
مثل ما ورجيتكم باوفر واتش قبل هيك، في عندك ليفلات، يعني عندك مستويات على المستوى، على المستوى تبعك، مستوى الاداء تبعك بيعتمد على حسب المباريات اللي انت بتفوزها، على حسب الكلام هذا كلياته. فمثل ما انتم شايفين هلا احنا قاعدين بنلعب، انا الرانك تبعي اصلا فضه، فضه رقم واحد. في عندك عندك النحاس، فضه، ذهب، بعدين بيكون عندك البلاتينيوم، بعدين عندك الالماس اللي هو دايموند، بعدين تدخل انت على المراحل الثانيه اللي هي بيسموها الماستر اللي هو التوب يعني، او التشالنجر اللي هو المتحدي اللي هو اعلى لعيبه اللي هم احسن 200 لاعب في السيرفر، اما كان سيرفر اوروبي ولا كان شرق شو اسمه الفار ايست اللي هم بلاد الشرقيه كلياتها، او عندك كمان بامريكا. صح صح حكيتهم صح. انا في الكوري وفي الكوري والياباني، في سيرفرات اليابان، اليابان لهم سيرفر لحالهم. اليابان عندهم لهم سيرفر، وفيتنام لهم لحالهم سيرفر، وساوث ايست ايجا اللي غير فيتنام واليابان لهم سيرفر، الصين لهم سيرفر، لهم اكثر من 20 سيرفر الصين. الصين لنا ضخمه طبعا العالم. طبعا يس. فهم يعني انت مثلا لما تشوف الفيور شيب تبعت بطوله او شيء زي هيك يكون 80 مليون، 78 منهم مليون من الصين و2 مليون من باقي العالم. يا الله يا الله بالضبط. تتذكر الجي ارينا؟ بتذكر الايش؟ جي ارينا. جي ارينا ايام بتون. لسه لهلا في مثلا سيرفرات الفلبين وهدول بيشتغلوا على جي ارينا. مش معقول. تخيل مش معقول. والله في واحد كنت بلعب معه في الفلبين. اسم السيرفر جي ارينا اسمه. زمان كان برنامج يعني بس بيسمح للشباب انه يلعبوا مع بعض، هلا تغيرت الامور، صارت سيرفر يعني بتقدم. اوكي هلا سؤال، ايش الكلاش تروفي هاي؟ هلا في شو هي؟ بتعرف انت ريوت تنزل ايفنتس، هلا في ايفنت اسمه كلاش، عباره عن كيف بتتذكر كيف كان التيم رانك 5v5 في سيزون 5 وسيزون 6؟ نعم. 5 سيزون 6 كان في تيم تقدر تلعب مع تيم زي الفليكس. لك بيكون رانك للتيم كله، مو رانك لكل واحد، لا رانك للتيم كامل. واللعيبه اللي في التيم ممكن يتغيروا مرات يعني. بالضبط. هلا هاي هم مغيرين فيها، ما فيها رانكينج سيستم، بس فيها شيء ثاني اللي هو ايش، اللي هو انه تلعب بطوله اسمها كلاش. بتمر على 3 ايام، اذا انت فزت فيها بيعطوك ايكونز وبيعطوك سكينز، بيعطوك زي ايش جوا الجيم بانه انت يعني بوري انه انت فزت ببطولة كلاش. نعم. بطولة بتعتمد انه انت بتعمل فريق من 5 لـ1 احتياط، حسب التوتال رانكس تبعت التيم تبعك بالسولو كيو بيطلع لك ناس زي رانكاتك بالسولو كيو، كل ما انت تطلع كل ما ناس بيطلعوا اصعب شوية. يعني احنا نعتبر انه احنا كنا 5 سيلفرز، لازم كل اللي ضدنا يكونوا سيلفر او ماكسيمم جولد 5 كل البطولة، البطولة على مدار 3 أيام. فهمت عليك. فأنه هي زي ما تحكي بتشجع الناس تعمل أفريقة وتلعب مع بعض. حلو. وبنفس الوقت بتخليها نوعا ما عدل، أنه كل الناس السيلفر بتلعب ضد السيلفر، الجولد بيلعب ضد الجولد، التشالنجر بيلعب ضد التشالنجر. نعم. فبتخليها جيمات حماسية. بنفس الوقت هم عم بيحاولوا يمنعوا السميرفز اللي هم اللي ممكن واحد دايموند يلعب على اكاونت سيلفر، عن طريق انه يخلوك لما تيجي تلعب الكلاش لازم تعمل موبايل فيريفيكيشن على اكاونتك، لازم يكون تعمل كيف موبايل فيريفيكيشن زي كانه انت بتعمل دبل اف. شيء جد يعني، انه طبعا هذه بتعطي فرصه للناس انه وهي تكون فتره معينه بتيجي يعني لها جدول والناس عارفين امتى راح تيجي. ايوه لها جدول بيخبروكوا قبل باسبوع، وهي بتيجي مرتين كل شهر، كل اسبوعين بتيجي مره والويك بالويكند خميس جمعه سبت، وبتيجي زي ما حكينا مره كل اسبوعين. وزي ما حكيت لك بتحتاج موبايل فيريفيكيشن عشان يضمنوا انه ما في واحد يستخدم اكاونت رانك كتير قليله مقارنه بمستوى الحقيقي، يعمل يخرب الاكسبيرينس على الناس السيلفرز الحقيقيين. حلو حلو حلو. هلا فهي يعني طبعا هي بتقلل، بس اكيد اذا واحد عنده خلويين يستخدم خلوي اهله بيقدر يضل يستخدم اكاونت تاني غير اكاونت الاساسي. نعم. بس انهم بيحاولوا يخففوا مشكله السميرفز.
ممتاز. طيب خليني اجرب اعمل انفايت لواحد ولا اشوف، لان احنا بدنا نبلش يعني ما في مجال نبدا. جليث جليث وين بس هي موجود، بس بدي محمد كفيري موجود. معك. شو اسمه مدمر؟ ايوه. اوكي وين ابعت لك اياه؟ ايوه الديسكورد. طب انا اعطوني دقيقه بدي اعبي مي. يلا ممتاز ممتاز اوكي. طيب اذا هيك خلوني انا طيب افوت على لوبي لحالي اجرب كيف بيلعبوا جينكس. ممكن فوت في البراكتس تول اذا شفتها. صح بالتريننج موجوده. هاي البراكتس تول هاي بتخليني انا اجرب على راحتي. صح عندك حق. احط اي اي بوك كمان مش مشكله، نحط انترميديت من احط ريستانا. يلا اوكي روح وين جينكس. طبعا بطلتوا انتوا تاخذوا الحركات اللي هي تبعت هيل وبارير. بس تاخذوا هيل وانا باخذ دائما هيل صح؟ هلا هو في مرات بتاخذ هيل وبارير مع مثلا سوراكا، وغير هيك في اخر اشي نزل بالميتا كان الايدي كيري بياخذ تي بي والسبورت بياخذ هيل. بس بعتقد ما طولت كتير صراحة، أنا ما فهمتها بالضبط ليش. يعني أنا شفت مثلا لإزرائيل بياخدوها عشان مثلا يجيب التير، لأنه بحتاج التير. يجيب التير ايرلي عرفت، ويكون معه مش ضروري هيلر سبورت بس يعني يكون معه سبورت وهو ماخد الهيل سبورت عرفت. نعم نعم. بس هلا يا بتضلك على الهيل كايدي كاري، يعني هي أحسن إشي، يعني أحسن من البارير هيل بشوف أنا بمنظوري الشخصي. منظورك الشخصي الله يسعد لي منظورك يا زلمة. صحيح لازم نظبط لغتنا العربية. لازم. شكله عندي دي سي ولا شيء. الو هي فتح الاكونت مش عارف. لا لسه سيت اوف لين 30 seconds until minions spawn. وين راح حكيم؟ انا بس كنت عم بجرب السيرفر. لما تكونوا جاهزين احكوا لي. بوينت شو صار معي؟ هي داخل and the minions have spawned. طيب هين احنا جاهزين يا حكيم؟ جاهزين. صار بدي ادخل ليك تشات. كنت هو ال عندكم التريننج تول هذا بيعلق معك مرات بيكون في لاج؟ لا انا بلش يتعلق معي. لك هاي ليتنسي يعني. هيك في ربر باندينج شوي. بالضبط. بس ليش ها؟ اوكي المفروض انه هلا تمام. اوكي اعطوني انفايت. ممتاز يلا انا جاهز. يلا ابدا القى. ابدا استنوا بس اختاروا الرول تبعكم. اختار الرول تبعك بالضبط. انا العب ميد ولا كيف؟ نفس الشيء عادي. هو شو بيلعب ليث؟ بدي العب توبلين. خليه هو يغطي محل طارق. احنا اربع منو عم نحكي، خلينا نحكي ونعرف احنا كيف نلعب مع بعض وبعدين شو اسمه نفوت. المفروض على السريع ياخذ معنا جيم نلاقي جيم. ايوه هو ده الكلام يا حبيبي. سمي بالله. احنا لو كنا بنلعب ثلاثة ولا اثنين كان قاعد متحمس. لازم بدي اولع الدنيا انا. بس بدي اذبحهم صواريخ يمين وشمال. هلا يعني بدكم تساعدوني وتفهموني كيف العب منيح، يعني كيف مش معناته انه ايش اعمل واسوي، انه يعني وين اروح وين ارجع، يعني عرفت علي؟ مين بدي اعمل بان انا؟ تمام.
انا هشيل مرجانا. انا هشيل ياسر. كيتلين كيتلين منيح تعمل له بان. كنت مفكر اعمل بان لسبورتس معينه مثل بليتس مثلا او شيء زي هيك او ثريش. بانت لوكتين عملنا بان حلو. ما في ياسو كمان، ما في كايسا. هم ممكن يختاروا كايسا صح؟ نسينا كايسا. لا شلوها شلوها. لا كايسا بان، كايسا بان. لا هم لا هم عاملينها بان. هم عملوها بان لإلنا مش لإلهم. لا إلنا وإلهم الكل. ايش هذا؟ اخذوا جينكس. سرقوا جينكس منا. اخذوا جينكس. مين اخذ؟ فارس. اخذ فارس ولا سيفر؟ سيفر ولا فارس؟ بسرعه فرس. ما بحب السيفر انا صراحه. نفس الرونز ما تغير شيء. اوكي العب لك فيدل سبورت في... لا دخيلك. ما نعلم الناس على الترول من هلا. لا 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 دخيلك. نلعب جد عشان انا ما يصير لي ترول. لا على فكره فيدل صار بلايبل سبورت لانه خففوا كل داون الالت. ممتاز. طبعا هلا شباب احنا هنبدا الجيم هذا، ولكن هنرجع لكم، هناخذ فاصل قصير جدا، هناخذ استراحه بعدين نكون احنا بدينا الجيم وكذا، ونرجع لكم بعد قليل. لا تروحوا لبعيد، نورجيكم انا كيف بلعب اي دي سي. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، بنرجع مره ثانيه في المباراه الثالثه لهذا اليوم. طبعا انا ايش عم بلعب؟ لعب فاخر على الاخر. انا هلا صرت ماخذ دور اهم شخصيه في في, في الجيم، اللي هو بيكون الكاري او الاي دي سي. طبعا شوف شوف السكيلات تبعتي يا زلمه، الله ما احلاني ما احلاني. سته من اصل سته يا زلمه، انا ما بضيع ما بضيع. حسام احكي عني لعيب صح؟ لا ضيعت اول واحده. لا ما ضيعت. تمام. مطلوب مني انه انا احاول اركز قد ما بقدر على اني اقتل هدول الجنود على اساس انه اعبي مصاري قد ما بقدر كمان. وضيعت كل المانا تبعتي وكل اشي على الكول داون. اوبا بابا الجنايت قتلته. اسف. تقدر تساعدني يا البلانك؟ مرحبا، اخبارك؟ لين بوشت اليه. حلو. هو فلش وهي غيرت. ديروا بالكم يين هون يين هون مع مع فلاش. حكيم تتذكر كنت اسمح لك تاخذ العرباي الجيم الماضي. شكرا. صرت اخذ عربايات. لا لا لا. هلا لو انت كنت ماخذ الشخصيه اللي محتاجيتها بس انه هلا لا بقدرش بسمح لك يعني. معلش بدك تسامحني يعني. ما انا اخذت الكل ف... بتعوض هاي عن هاي. بس هم حسيتهم شوي مهابيل ولا بيستهبلوا علي؟ هو كان لساته ليفل 1 فكان غلط منه انه يقرب هيك. اوكي انا مش كتير عم اوكي اي توب سايد. اوكي يا حيكون توب ليت. حلو.
حلو حلو. لسه عندي هيل انا. هم ما عندهم. ما عندهم اشي هم. لا جينكس معاه فلاش وبرد معاه اجنايت. طب احكي لي انك جاي من ورا يا زلمة. طيب طب ارجع بس وظبط امورك. مخادع بخدعكم انت وهم. لا ما انا معك كلات شو. حساسة بس ام اطلع بس حساسة اتكو اتكو. وات هاهاهاهاها امين ماذا ما هذا يا غلام؟ هذا يا هذا اعطال البلو هذا ديسين هيكون هذا. صار عندي مصاري للبي اف كمان. الله الله طلعت لعيب يا زلمة. يا كالة فرق بالجيم. ما تنسى اول ايتم كوينزو. وينزو بس يجيب بيب سورد. لا 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 مش بيها. اوكي 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 شو كان الجوينزو؟ جوينزو ريج بليد. هاي هاي شو بجيب اول شيء؟ ال لا اتاك سبيد يعني اتاك سبيد وال بجيب بوتس كمان. هي دايف توب. شوي اجيب هاش هلا خلص بكفي صح. انمي كيلينج سبري. بس هي شو بتعمل لي الجوينسو بالضبط؟ ما بتعطيني اي بي صح؟ ما بتعطيني اي دي. بتعطيك اي دي وبتعطيك اي بي وغير هيك لما تضرب 6 اتاكات على اي شيء يعني بتعملها تشارج هيك لست اتاكات الاتاك بعدين بتصير اتاكاتك كثير قويه عرفت؟ بصير في اتاك سبيد زياده واتاكات قويه. دمجهم عالي وغيرك كان في ويف كبيرة. لا هو ما لسه ما حسامة حس طق هيجيك تبسايت ما مرة. انا راح احط ورانا وورد. انا ما ايش وورد لسه الايتم بده شوي يا زلمه. مفكر حالي معي بي اف مفكر الدمج تبعي زايد. مسك ميد بس على الاغلب هو نص اتش بي مفخس يجيبه. ايوه هون هيكو هون يا بالضبط. والله ده فاكر يا زلمة. اوباي الله عليه. انا فاكر صح؟ كان وانت كمان فاكر. طب ممكن تعطوني يعني اشي اكله؟ بدي جوعان حكيم طعمه. هاي عندي تناول ميت كل داون كل شيء. دير بالك يا بوتلينا ممكن يجيك اي فما تقدم. ما شاء الله. لا ما هقدم باخذ هذا. كانت ورث احنا عملنا. هاي هاي يجي هون هاي هون نقتله. في هاي البلان اتوقع. ما كلفين نصيب صاحبنا بالتوبك والله تعبان. هو انت بشيت له اللين. هو لما رجع 5-1 داريوس يا لطيف. لا فكرة انا ما بشيت اللين لما هو رجع غير هيك. هو كان اوريدي ميت 3 مرات. وكمان اشي داريوس عمل تليبورت. داريوس عمل تليبورت وعمل بوش. اذا هو حكى لك يعني هو بس هم يا
دير بالك معها التي. لا لا ما عنده. خضر دريك بعتقد ماستري راح يجي يديبنا هلا. خلص نرجع ولا نستنى الويف ولا ايش نعمل؟ حسام فيك. ايوه 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 اسمع ما فيش ان اخي اركض. تندل طريق البيس ولا ادلك؟ هو لفوق صح؟ يلا اقتله. حلوة حلوة حلوة. كيف بس؟ هو نو فلاش. اه كيف بس؟ هي في التي التي جينكس انا بدي اهرب من هون. enemy killing spree. احلى شيء هلا يبعث لك الصاروخ على البيت. بزعل. بصير زي امام وببكي. شال التاور بس احنا شبه هنخسر. اه ده لسه مش يعني اه 50-50 نحكي. لا بالضبط 50-50 وين يا زلمه؟ 6-1 هذا التوب لين. اه بس مثلا الجنجل انه فايز وانت مفيد. عاد والله اني جاي اكبس الشيلد شفتها. اهرب 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 يا صاحبي دير بالك. انا فكر ساعة خبر هذا معوش فلاش. الالتي بدها شوي تبعته. درش بالمد دير بالك. او اجت. لا كيمو كيمو معك دبليو معك اي هون لسه زيرو سكند. طب هاي هاي ما حق شيء ما حسم نرز. في هون باردة. Your turret has been destroyed. We've got more of those. كده مش كده. ايكو طالع لك. طالع تبعه. ارجع بوت ولا وين اروح طيب هلا؟ اذا بدك تتكاس ينزل بوت انا بنزل. صعب ينزل بوت. ممكن انا اضل مد انت خلي البلانك ينزل بوت. يا بصير احكي مد انت مع كارما. شو بالكم ما بنعرف وينهم. اوكي جينكس بينات بوت لين. حنزل بوت سايد المفروض نرجع كلهم نرجع بس. نازل انت هذا ما معه فلاش مع التمت. انا بطلع تبعه بطلع تبعه. دمجه عالي. بوجه. هذا انا كابس ال تي دبليو كمان صار عندي جونسو هلا. انا لسه معيش الارتنت. البوتس اللي بدي اجيبها اجيب الجريفز العادية ولا ايش؟ تاكس فيل. اوكي ميسنج توب سايد. جيكم جيكم من الجنجل. ايوه طبعا هلا بدكم تعذروني انا مش عم بحكي كثير لانه صراحه عم بلعب دور انا ما متعود عليه ابدا وبدي شو اسمه بدي احاول اشوف. هم كلهم بوت سايد ديروا بالكم دير بالك يا عندك كلهم علي حطني توب سايد انا ولا اجيكم. طيب اتوقع نقدر نحمي حالنا بالمد ويف كلير شوي بس بدنا بدنا مساعده ممكن دايما. انا جي عم اتحرك عم اتحرك. تعال 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 بلش ارجع. Your turret has been destroyed. فين نفوت على هاد؟ وال هيموت يخرب بيته ما عم يموت. لا يا زلمة مش مشكلة
طيب لو كان في شيء اسمه ادفانتج راحت تقريبا هيك هيك بطلت 50-50 حكيم هيك صارت 70-30 لا 90-10 لا مو 90-10 يعني بس انه بس انه يعني 80-20 لا 70-30 اعطوني 40 جول داريوس بخوف بس انه بس هم عندهم فرونت لاين كثير قوي انا ما عندي حل ما عندي حل تانكس لسه ما في هو الفرونت لاين تبعهم هو داريوس بس ما وغير هيك لسه ما معي الايتمز بس هاد شو تريد سوينا بالمين اطلع توب سايد بس الفروس دير بالك كمان طلعت لحالك هيك بالمنت وفي التنين مين هو هلا غيمة كمان مرة تانية اخذوا الريفت احنا بدنا وورز اصلا عندناش فيجن مش قادرين نشوف اي شيء حوالينا الخريطة في حدا هون في ناس كثير هون نمسك هون نمسك هذا اللي تحت ولا ايش لا لا من اساعد هذول اوكي نايس بوش ميد و توب في واحد ايكو بس وينه يا ايكو لا شوي انا هرب منه كبس عطيه انا حامل ورجع لا ايكو حرام لا غلط احنا شو جيب الاستاتيك شيف اكل كله معك داون لا ممكن تجيب الرابيد فاير او الهيريكان ما اجيب الانفينيتي اتش لا بلعبوش كريت اوكي لا لا طيب. جيب هوريكان هلا هاي بتعطيني تاك رينج لا مو بالضبط اللي بتعطيك تاك رينج اظني محتاجه تاك رينج ممكن هوريكان او رابيد يعني شوف اللي بيناسبك هو احسن هوريكان عشان في ضد عشان يكون بوجهك فانت بتعمل عليهم دمج الثلاث مع بعض اوكي جيب هوريكان داريوس حد يقول له دير باله دير بالك حدك داريوس يا صاحبي ممكن نعمل معك لابس تعال 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 هاي بدو يلحقوك بس حاول يهرب استنى الكارما مكملين ولا راجعين احنا؟ ارجع انا ليقت وهاي فلشت انا ملاقي ممكن ناخذ الويف فينا ناخذ الويف طبعا اوكي انا بعمل كفر ويف المين بس هلا هم عم بيتحركوا من جينكس وباد اوكي فراح احتاج مساعده انا راح اعمل روتيت بس خلص هي داريش تحرك تقدر تفر من الويف هاي براحتك تلحق لها المد بس حاول تلحق داش من الجنجل لانه حيمسكوك Nice. 2 seconds. An enemy's been slain. Okay, خلينا نعمل push. بدنا نعمل push للويفز. لازمنا احنا توز, okay? مع التي هذا. Okay, push mid. انتو push mid. طبعا نسيبه خلاص. يلا. push mid. فاروس ممكن
كيف وراك؟ والله ده ملبس ايه قتلني لا مع الايتم هذا لا لا ما عملوش بس ايه لا عمل ايتم كبس عشان يجاب كلوز اكتر بس قصدي انه ما صابني فيه كدمج. طب انا في حد يساعدني ولا ايش؟ لا والله انا بعيلك بالضبط ما بعرف كيف انا فجأة صرت في النص هيك لحالي مش عارف ايش اسوي. مهم لانه قتلوني مش كنا مع بعض. قتلوني قبلك. قتلوني عيون السود يا ليل ما نحدود. قتلوني قتلوني. هذا عنده فيجن معقول بالضبط معقول يساوي الدودة؟ ما لا لا لسه. هي هذا تفرد فرد. لسه هلا كان طالع لما كنا كنت فات على هناك. طب بقدر بقدروا هيك. تقدر تفرد؟ تقدر تفرد؟ بقدروا ايش راندوم هيك. والله حطوا بينك وانت شو الحال هلا احنا لما نكون بيهايند اوكي بالحاله هاي في في تي بي تحت هو انا تحط كمان وردي هلا نشيك كمان مره لا 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 جينكس جينكس حبدا اعمل دبليو لا لا خلص خلص بين الناس كفايه تعمل اوكي تعمل. بس هاي اي جس مرات مش عارف كيف بضبطوها خليك خليك لازم ارجع اشتري انا زي ما انا بدون اشي عم باكل ضرب من يعني وانا بعيد رينجوم عالي في ايكو راح يكون هون هيك احنا انفلمنا او انا انفلمت بس انعن ابوه على ابو الها طب هلا شو الحل تبع التيم تبعنا ايش الحل يعني على مين املنا الوحيد حسام يمكن ولا ريليا انه يكبر ريليا يكبر صعب شوي اوكي كمان هو صراحه مفروض بيك اوفس ما بنقدر احنا ناخذ تيم فايت صح بس هم ما كانوش فل احنا التيم فايت التيم فايت تبعنا اساسا الستايل تبعه انه احنا نعمل كايت انه هم يمشوا علينا احنا نرجع لورا بعدين وانا بقتل داريوس بالضبط احنا نقتل داريوس بعدين نحاول نعمل اشي على جينكس وبات بس او اهم اشي نقتلهم هم اول طيب في مجال نتحرك بوتلين في مجال نتحرك بوتلين نحاول نشيل هاي المشكله صعب لانه اذا بنتحرك بوتلين راح ياخذوا برون لانه كثير بعيد عندك حق عندك حق صح صح خلص انا باجي لعندكم ناحيه هذيك عشان هيك انتوا لازم تضلوا مدلين واي ريل اللي ينزل بوت لانه مع تليفون ينزل بوت جماعه تروح بوت يا ريلي عشان معك تليفورت احنا هلا اللي بنحتاجه انه ناخذ تورات بس مع ان مشكله اذا بدنا نحاول نعمل تورات ناخذ تورات اجيب موريلو ولا اروح بايت ستاف كيف بقتلونا موريلو ما عندهم هذيك ريزيست للستاف شو ثلاثه هيك مش حنقدر حيدخل علينا دايركت او هاي توب سايد بوشينج تمام في عندنا تاور بالزمان واحنا لازم نحاول ناخذ تاورز على الاقل يعني احنا مش معنا شيء اعمل بوش مان هم هون صعب نعمل بوش مان بلعب عند تريك يا بالضبط هاي رايحين مفكرون رحنا برون عم بيتحركوا عند البرون حلو حلو هاي بيكو اوكي يا عندي عدد نايس بيكو هلا بنقدر نعمل بوش مان ما عندنا يلا يلا بس خليني ارجع خليني ارجع هيد بس جينكس بوت اصلا يعني ففهم فيش غير السبورت فيك تمسكه داريوس توب كمان طب نجرب ناخد هاد انه جد ثلاثة مصيبة ماستري وداريوس بصير عندهم سرعة باخده فيك انه او جيكس هي اللي حالة في عنا هون 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 حلوة نقدر نقتلهم بسرعة بسرعة قبل ما يجي داريوس يا ماما يا زلمة شيلوا عني البقرة هذا اللي بيركض علي يا زلمة مشان الله مش معي فلاش معوش التي معوش التي داريوس عملها علي لانه بالضبط شيلو الله بوش ميد انا باخذ الدراجون بوش ميد يلا يلا وان اوتو ميد
بس ايكو رجع. انا بقدر لوش لو انا اعطي المد. انا معك. حلوة. يلا التاور هاي كمان. انا بروح انا بروح توب هلا. بدي اروح اشيل البين. انا هاخد سويب عشان احاول اخد لك تيكر لانه يلا يلا شباب يلا مقدس مقدس يا يا الجيم رجعت بالضبط. انا عارف ان الجيم رجع بس في شوية البرنامج راح يخلص يا زلمة. تعال حافظ الجيم لازم نخلصها. لا بنكمل يعني عادي. كم معنا احنا؟ اظن معنا 6 دقائق يمكن. نوريهم السلندر اللي بدك. اذا بدك خليني بتعلم كيف تنسحب من الجيم. احنا هلا قويين نعمل جروب ميد. تعال تعال ايكو ايكو هون تحت. ساعدوا ساعدوا سباي. Your teammate's dead. That is not good. Legendary. When everyone's counting on you. Got the double kill. They're back, Darius. عم تمزح. داريوس بالضبط. دير بالك. معك اي؟ لكم اقوى واحد. ايوه قلت لك. سلام يا صاحبي. طب اعطيني سموك سكرين، اعطيني اي زفت. هذا هو اللعب الفردي. حاول نعمل كفر ميجا. يا زلمة الايس تي طول معي لاخلصه. نشف ريقي بالاخر. معي هاي ريدمشن نقدر ندخل. شو الايتم اللي هلا بدي اجيبه شباب؟ ربط. امسكوا 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 امسكوا. جد اسرع من ميسي يا زلمه. امسكوا بلا. حلوه والله. والله من دوني زبطوها الشباب. نايس. اوكي برون برون. يلا برون 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 برون. ما بعرف مش احسن نشيل هدول. اتحركوا بس بدي. لا 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 ما عليك ما عليك. طيب انا هكمل بوش من عندي بما اني تحت. انا بعيد. بدي حدا كارما. تعال معي كارما. يلا يلا هيني بتحرك. هيفي بلانس هون. يلا هلا مش الحال. قولوا لي شو الايتم الثاني اللي بدي اجيبه هلا. انفينيتي اجيب انفينيتي اجيب. اوكي هاي وردت في ورد شايف كده. انا هرجع نقدر نكمل ولا نقلب على جينكس. اقلب اقلب. اجا ميسي. لا لا هالمرة احنا سنة قويين خلص. Your team has destroyed a turret. وصلنا. ايه عم بطلع فوق في الم في الميد. في اللحظة اللي طلعت فيها لفوق طلع في واحد عليه. طب قولوا لي هلا شو شو اجيب؟ انا بشجع رابيد فاير. بشجع انفينيتي تكون تقريبا يعني اخر ايتم او مش اخر ايتم قبل الاخير هيك. انا بشجع انفينيتي. هو صراحة انا محتاج دامج مش معي كثير دامج لانه هلا انت ما في شويه تعمل كثير اتاكات قد ما هو هذا فلش مكانك. لا طبعا شيخ مرجيت دو يو ثينكينج. على فكره انا هلا في البلد يعني نقدر بس تلعب كارما معي و ما اخذنا بارن صح. ما هو بارس بقول لك لا والله قتلونه. بس جروب معي. لو انا كنت موجود كنا شلناهم بس هلا انا راح بط صح. لو اي ريلي كان موجود كان اخذناه. ريلي كان معنا كان موجود بس عمل تيرن عليهم. اسمع اوكي جروب ميد فور مان ميد وخلوا اي ريلي تي بي اف نيدد. عنده تي بي اصلا. طيب
بقول له يعمل تي بي اذا شاف انه صار في فايت. اسمع اذا صار في فايت تعمل تي بي، غير هيك انسى، خليك بضلك عامل بوش. بس بوش ها؟ يلا معي؟ ماشي ماشي عم بتحرك معي. انا مش معي فلاش ها؟ حسام كثير متفيد، حسام ليفل 18. الجيم المفروض رايحة. اقتلوه اقتلوه اخبور. خليه 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 قدرك على البوش، طبعا احنا فايزين معناته كيسر مش مشكلة. معي دبليو. ما في ويفز، اصبر شوي ها. ممكن نعمل روتيت لعنده على فكرة. أنا ما عندنا ويف. هو المفروض انه هلا في عندنا ماونتن، في ماونت في تنين جبلي هلا على فكرة. ماونتن مو مهم، ماونتن مو مهم، هلا مهم نعمل بريشر لأنه يميت. طب أنا